تعاملا مع تساقط الثلوج تشهد منطقة تكجدة السياحية توافد للمواطنين، ونسجل خلالها بعض الحوادث منها حوادث التيهان، لذا تدعو الحماية المدنية جميع المواطنين خاصة هواة التجوال إلى أخذ الإجراءات اللازمة مثل التزود بالألبسة الخاصة، كذلك أحذية خاصة، التزود بالأكل والشرب اللازمين. الله يبارك، دايرين دورة تحسيسية جماعة الحماية المدنية هنايا كثر خيرهم، الله يبارك، قايمين من اللي جينا البارح في الليل صافي يشوفك هكذا يبدا يسقسيك وكيفاه ويشوف فيك اسكو قادر ما كاش يبدا يكاستيوني فيك، بعد كي قالك هاز تاوي لك ومرة تاع الشتاء وكذا وماكش راح تبعد بزاف صافي، ومن بعد يولي يطمئن ولا الله يبارك ما شاء الله. هي ذوك الناس بزاف بزاف تجي وما على بالهاش بخطورة خطورة الموقف.